السلام عليكم خوتي المغاربه. انا هي اليوتيوبر هند ستار. انا اللي كنت انسانه بحال اي بنت زوينه عايشه حياتها مع دارهم، كنقرا كل شيء بخير وعلى خير، حتى الاب ديالي تحولوا الناظر هما وعائلتي على حساب كان خدام في الليليه قبل ما تسد. المهم حتى هما راه كاريين، ظروفهم قاسيه هاد الساعه. المهم صافي انا بقيت خدامه، اي واحد كيشوفني كنت كنعجبو كيبغي يتزوج بيا. انا ما كنت كنبغي، كنقول خصني شي واحد اللي يكون كيعرف بينه وبين الله، حيت الانسان اللي كيعرف بينه وبين الله راه غيتثق فيا وجه الله وغادي يعاملني معامله حسنه. وهي هذيك حتى تلاقيت بهذا السيد من الغرب، هو غرباوي. تلاقيت به في الاول، كان قال لي انايا كنت الله فالمرأة كنحترمها، انا يا متدين، انا يا واحد الانسان اللي غادي تعيشي معايا واحد الحياه سعيده، واللي غادي نولد وليداتنا على خير وبخير، يا اما دفنيني يا اما ندفنك. انا قلت صافي هاد السيد راه باغيني وهنا نبات، يعني راه ما لقاش واحد احسن منه. المهم تقريبا في الاول كان كيراوغ معايا، مع انا كنت زوينه، دابا راه المشاكل هي اللي ردتني في حال هكا. كان كيراوغ معايا باي طريقه باش يجربني، هادي ما صدق له والو. دوزنا شهر بحال هكاك، حتى قال لي بغيت نتزوج بك، عيط لداركم يجي. وديك الساعه نضرب في الصداق، قال لي نعطيك مليون في الصداق. قلت له، قالوا له دارنا حنا راه ماشي نبيعوا لك بكره ولا هادي، حنا غير شهلنا في بنتنا، ما تعطينا ما نعطيوك. المهم داك الصداق ديالي ما عطانيش. المهم هو كساني، دار لي انهيار ديالي، كلشي على خير وبخير. المهم سكنت معاهم في العروبيه، فهما في وسط المدينه في معموره دوار رويحين، بحال شكل العروبيه، عندهم الغنم، عندهم البقر، عندهم داك الخيل. المهم بحال شكل داك ديال العروبيه، عشت معاهم. قلت ارى نديرهم هما عائلتي الثانيه ونتهلا فيهم ويتهلاو فيا. المهم بغيت نتقرب لهم باي طريقه، بغيت هم يحنوا فيا. بقيت كنحسب مو بحال امي، اختو بحال اختي، لكن انا كنتعامل بحال هكاك، هما كيتعاملوا معايا معامله خايبه بزاف. حتى جا الوباء ديال كورونا، قالك انت السبب ديال الوباء باش جا المغرب، وانت عروسه منحوسه دخلتي علينا دخله قصتك خايبه، بحال اللغه ديالهم باش كيهضروا هما. المهم الراجل ولا كيفسد، كنحصل عنده بزاف ديال، يعني واحد المره حاشاكم اخوتي لقيت عنده واقي ديال الذكري ولا ما عرفت شنو هذاك. انا ما كنتش مع عمري ما شتو داك النهار، قال لي صافي سمحي لي، وبقى كيبوس لي في يدي وصافي في راسي، صافي انت يا هادي. بقى كيدير، قلت له شوف، قلت له هادي ملي شتا هادي اخر مره دير بحال هكا، وخليك خليني انا وياك نعيشو في سعاده وبخير. انا كنبغيك، خاصك انت تبين لي الحب ديالك وما ديرش في هاد الحاله اللي درتي فيا. المهم هكاك عايشه واحد الحياه تعيسه، تكرفت عليا بالمزيان. انا كانت الضحكه ديالي كندخل لشي دار كتسمع من البعد فرحانه، كنت ناشطه في حياتي، حتى تدمرت وتقلبت سفاية حياتي سفاعله عليها، حتى وليت غير البكا غير البكا، وحالتي حاله ما ربي اللي عالم بيا. المهم مره ثانيه لقيت، مشيت انا و خالتي هذه عجوزتي، مشيت انا وياها، واخا هي ما صدقات، قالت لي نخليك ما انت مزوجه ما انت مطلقه معلقه، هذا الشيء اللي وقع ليا. قالت لي والله ما تشدي الدرهم من عند ولدي، انا ما طالبتش من عندهم فلوس، بغيت غير نطلق انايا. المهم هي هذيك، مشيت انا وياها لواحد العروبيه سمنطو في الكاموني، جيت كنلقى معاه جوج ديال الدريات، كنلقاهم عاوتاني جالسين. قال لي شوفي، قال لي عجبك الحال، جلسي، ما عجبكش الحال سيري الله يعاونك. المهم انا بقيت كنشوف، صبرت على الامر الواقع وجلست، ما عندي فين غادي نمشي. صافي هي هذيك، قلت لكم حتى جات كورونا صافي جرى عليا، هذيك هي قال لك انت سبب الوباء. المهم من جرى عليا البوليس، بغاو مصلحتي،
بغاوني انايا نكون بغير، قالك حنا مصلحتك انت هي الاساس عندنا. مهم ترونسبور ما كاينش باش غتمشي، هما بغاو كاع البوليس يخلصوا ليا فلوس باش نمشي الناظور، الترونسبور ما لقاوش، ما كاينش ترونسبور. قالوا لي الحل الوحيد ردوك البيت الزوجيه، ردوني رجعت ما كانش هو، جا هو قال لهم غادي نقتلها. صافي بدا كيشد الحوايج كيلوحهم في الزنقه، كيقول لي خرجي عليا سيري في حالاتك، سخفت بغى يضربني بالبالة. المهم انا كان عندي شي تصاور، كنت كلي مزرقه كلي مدقدقه، دابا راه مشاو ليا. المهم هذه هي حياتي كيفاش دازت معاه. دابا انا راه في حاله ديال الاكتئاب حاد، ما كان نعس بالبكاء، كنفيق بالبكاء، وليت حزينه مكتئبه. عاد الاجواء اللي عايشه فيها ماشي اجواء اللي مساعداني باش ارتاح، يعني ما عجبنيش حياتي. الخدمه ما لقيتش خدمه، الخدمه الوحيده ما عندي لا ديبلوم لا والو، القرايه ما قريتش شي نيفو، قريت لحد الكاتريام يعني ما لقيتش شي حاجه. لما كنتيش دايره الكاتريام ماشي حتى الكاتريام شاده، يعني غير الدوره الاولى ديال الكاتريام، يعني ما كاين لا تكميل لا والو. الحل الوحيد اللي التجأت له هي القهوه، نخدم. ما كنعرفش الخدمه ديال السربايه، خدمت في المعان، مي خدمت في المعان يعني كيخلصوني 30 درهم من 2 ل 9 الليل، يعني ما كاينش، ما قداني حتى حاجه. وهكاك صبرت، ولكن حاجه وحده اللي ما صبرتش ليها هو التحرش. يعني انسان بزاف ديال الرجال كيتحرشوا فيا في داك فالخدمه ديال القهاوي، عاد الريحه ديال الدخان كدير لي حساسيه. ايوا هادشي اللي كاين، وكنطلب من الله توقفوا معايا وديروني بحال بنتكم بحال اختكم، حنوا فيا. المهم شوفوا من حالي راه بقوه ما مقهوره، والبكاء صافي ما بقيت قادره نتحمل. والله كل ما كنت كنعرف بيني وبالله، والله حتى كنت ندير في راسي شي كارثه، نقتل راسي ولا ما عرفت شنو، ولكن كنخاف من الله. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، وشكرا بزاف. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جهه العالم 24.